خلينا نروح لكرة الطائرة رجال، لعبوا تاني ماتش مع بتروجيت، الحمد لله استطعنا ان احنا نفوز. وبالمناسبة المباراة دي اتلعبت على صد اتحاد الشرطة الرياضي كمان، ده ملعبنا خلاص بقى زي ما قلت لحضراتكم، وخلاص الموضوع خلاص انتهى. يمكن من الاسبوع اللي جاي او بالكتير يعني الاسبوع اللي بعده هيبتدي الفرق ترجع تلعب تاني على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. وماتش بتروجيت الكره الطائره رجال اتلعب ايضا في صاله اتحاد الشرطه الرياضي وانتهت بالثلاث اشواط 3-0، طبعا انتهت بنتيجه كويسه 25-19 25-22 25-16. نادي بتروجيت من الانديه الكبيره في الدوري، نادي بتروجيت الانديه الكبيره في الدوري. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان احنا في المجموعه اللي فيها المقاولين العرب وديلفي وبتروجيت والترسانه والشمس، ماتشنا الاول كان مع المقاولين العرب في المقاولين العرب، استطعنا ان احنا نفوز بفضل الله. طيب انت عارفين طبعا معلومه صغيره كده انه اللي بيقود فريق النادي الاهلي فرناندو مونزو المدير الفني الاسباني، دي صورته، دي صوره المدير الفني الاسباني. لسه انتوا برضو عشان ماتشات ما اتذاعتش بشكل كبير عشان لسه الدوري بادئ، فانتوا لسه ما تعرفتوش عليه قوي. طيب بالمناسبه مين بيمرن بتروجيت؟ مدربنا الاسطوره السابق كابتن محمد مصالح ميدو. طبعا اسطوره واسطوره، عمل التاريخ كبير جدا للنادي الاهلي سواء لاعب او سواء مدير فني او مدرب عام. محمد مصالحي او كابتن محمد مصالحي الاسطوره حبيب الكل، كان هو او هو اللي بيمرن بتروجيت دلوقتي، والحقيقه بالشكل حضراتكم شايفينه عمل ماتش جيد كمان مع النادي الاهلي 25-19 25-22 25-16. كل التوفيق طبعا لابن النادي الاهلي كابتن محمد مصالحي ميدو في مهمته مع بتروجيت، ادى اللي عليه، وفى بطولات مكسب، ان شاء الله ربنا يكرمه في القادم بإذن الله.